أغرب 9 حقائق عن جسم الإنسان. أولاً، العيون. هل تعلم أن الجزء الوحيد من جسم الإنسان الذي لا يصله الدم هو قرنية العين؟ هل تعلم أن العيون الزرقاء هي الأكثر حساسية ضد الضوء، أما العيون السوداء فإنها الأقل تأثراً بالضوء؟ هل تعلم أنه لا يوجد دليل طبي على تعرض عين الإنسان للضرر إذا ما قامت بالقراءة في ضوء خافت؟ ثانياً، حرارة جسم الإنسان. هل تعلم أن كمية الحرارة التي تنبعث في اليوم الواحد من جسم الإنسان كافية لجعل 40 لترا من الماء تصل إلى درجة الغليان؟ هل تعلم أن درجة الحرارة الطبيعية 37 درجة مئوية قد تزيد أو تنقص بمعدل درجة أو أكثر، ففي الصباح تكون درجة الحرارة المرء أقل وبعد الظهر تصبح أعلى بعض الشيء؟ هل تعلم أنه لا تعد الحمى مرضا في حد ذاتها، بل هي علامة على وجود صراع داخل الجسم مع التهاب ناتج عن جرثومة، وقد تساهم درجة الحرارة في القضاء على الوباء؟ ثالثاً، الأذن. هل تعلم أن الأذن اليسرى أقوى سماع من الأذن اليمنى بصفة عامة؟ هل تعلم أن أصغر عظمة في جسم الإنسان توجد داخل الأذن وتعرف باسم عظمة الركاب؟ هل تعلم أنه إذا وضعت سماعات لمدة ساعة واحدة على أذنك فهي كفيلة بتضاعف البكتيريا في أذنك بمعدل 700 مرة؟ رابعاً، الماء. هل تعلم أنه إذا فقد الإنسان 20% من الماء جسمه فإنه يموت حتماً؟ هل تعلم أنه يشرب الفرد الواحد في العام مقدار 2 طن من الماء؟ خامساً، الدم. هل تعلم أن دم الإنسان يقطع مسافة تصل إلى 9000 كيلومتر يوميا عبر الأوعية الدموية المختلفة؟ هل تعلم أن عدد كرات الدم الحمراء في جسم الإنسان 25 بليون كرية؟ سادسا، العظم والعضلات. هل تعلم أنه عندما تتكلم فإنك تستخدم ما بين 70 و80 عضلة مختلفة؟ هل تعلم أنه يحتوي جسم الإنسان على نحو 600 عضلة، وتشكل تلك العضلات ما نسبته 40% من إجمالي وزن الشخص؟ هل تعلم أنه يولد الإنسان بدون العظمتين اللتان تغطيان الركبتين، ولا تظهر هاتان العظمتان إلا بين 2 و6 من العمر؟ سابعاً، الشعر. هل تعلم أنه تحتوي لحية الشخص البالغ على ما يتراوح بين 7000 و15000 شعرة؟ هل تعلم أن حاجب الإنسان الواحد يحتوي على ما يتراوح بين 450 و600 شعرة؟ ثامناً، الرئة والتنفس. هل تعلم أن الرئة اليمنى لدى الإنسان تستوعب كمية من الهواء أكبر من الكمية التي تستوعبها الرئة اليسرى، ويرجع ذلك السبب إلى وجود القلب أسفل الرئة اليسرى؟ هل تعلم أنه عندما تعطس تتوقف جميع الأجهزة في جسمك عن العمل بما في ذلك القلب؟ هل تعلم المعلومة التي تقول لا تحاول أن تكتم العطس في داخلك، لأن ذلك قد يؤدي إلى تمزيق وعاء دموي في رأسك أو رقبتك، وهو الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى الوفاة في بعض الأحيان؟ تاسعاً، النوم. هل تعلم أنه عندما ينام المرء يزداد طول قامته بمعدل 1 سنتيمتر تقريباً، وذلك لأن الجسم يكون بحالة استرخاء ثم يعود طول القامة كما كانت بعد الاستيقاظ؟
وفي النهاية، لا تبخلوا علينا بإعجاب لتقييمنا أو تعليق صغير لدعمنا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لتصلكم باقي حلقاتنا. إلى اللقاء.